ديجا المكياج اللي خدمنا لها مكياج ناعم اللي حاولنا نبرزوا لها عينيها حيت عندها عينيها ديجا صغار كتضحك كيتسدوا وعندها كانت عندها واحد الضربه هنايا اللي ضربها الباب هذا يعني حاولنا نلعبوا على الرموش الرموش شويه زنا هذا باش ديك الضرابي دوك الضرابي ما نبينوهمش وفي اللوك الثاني حاولنا نغيروا الغوجاليفخ باش يتبنى اطلاله مغيره كذلك درنا لها تسريحه يعني تسريح الشعر مطلوق باش تعطي جماليه اكثر يكون واحد التغيير دابا واش عندها خاصه اليوم جو بونس شي دو جور ضربات هاد الدفه كلا لا الغزاله دو جور ضربات يومين ضربات الدفه ودابا لا شتي في الماكياج ما تيبانلكش لا ضربه لا جوج والحمد لله الله يبارك ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.